اعتراف شاب بقتل وإصابة 3 مشردين في فيينا. تسجيل 42 ألف إصابة بفيروس كورونا في أسبوع واحد. دراسة تؤكد أن اللاجئ يقضي 3 سنوات في البحث عن فرصة عمل. توقيع عقد لتطوير السلاح الجوي المضاد للطائرات بدون طيار. إصابة سوري برصاص الشرطة أثناء مطاردة شاحنة لتهريب البشر. وأخيراً تبرئة شاب من ادعاء كاذب من صديقته بتهمة الاعتداء الجنسي. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. في قضية تشبه أفلام الرعب، قام شاب بعمر 17 عام بتسليم نفسه للشرطة النمساوية في فيينا، معترفا بأنه قام بقتل 2 من المشردين قبل أشهر وأصاب امرأة بجروح بالغة. وحضر الجاني إلى مركز الشرطة بصحبة محاميه في قضية شغلت النمسا لعدة أشهر دون التوصل لأي حل، وعثر على السلاح المستخدم في الجرائم في منزل والده. وأثناء استجوابه قال الشاب بأنه كان هناك صوت يسمعه في رأسه ويطلب منه القتل، وبرر المحامي بأن الجاني يعاني من تأنيب الضمير لذلك قام بتسليم نفسه. وكانت الشرطة قد خصصت 10,000 يورو مكافأة لمن يقدم معلومات عنه. سجلت النمسا 42 ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي بفيروس كورونا بسبب السلالة الفائقة العدوى بيرولا. وتؤثر العدوى في العمل والمنزل وحتى أثناء استخدام وسائل النقل العام، وتشير تحاليل مياه الصرف الصحي إلى ارتفاع غير مسبوق في انتشار الفيروس خاصة فيما يتعلق بسلالة بيرولا، فيما توقع الخبراء المزيد من الارتفاع ونصحوا باتخاذ إجراءات وقائية. ولم يسجل حتى الآن أي أزمات في المستشفيات، لكن هناك انتقادات بسبب نقص عقار باكسلوفيد. بيّنت دراسة أجراها معهد فيينا للمقارنات الاقتصادية الدولية أن اللاجئين في النمسا يواجهون تحديات بالاندماج بسوق العمل أكثر من المهاجرين القادمين لأسباب أخرى. وكشفت الدراسة أن اللاجئ يحتاج في المتوسط إلى 3 سنوات للعثور على وظيفة، بينما يدخل مهاجرون آخرون السوق بسرعة أكبر. وكان معظم الوظائف التي يشغلها اللاجئ في قطاعات ذات أجور منخفضة مثل خدمات التوصيل والمطاعم، وفي الوقت نفسه يواجهون صعوبة في معادلة مؤهلاتهم العلمية. وأوصت الدراسة بالحاجة لسياسات أكثر فاعلية لتحسين اندماجهم بسوق العمل. أعلنت وزيرة الدفاع النمساوية كلاوديا تانر عن تحديث نظام الدفاع الجوي خلال 5 سنوات بعقد مع شركة سويسرية بقيمة 18.1 مليار يورو. وأكدت تانر على أهمية نظام الدفاع الجوي في إطار مشروع سكاي شيلد الأوروبي، ويشمل التحديث نقل المدافع من عيار 35 ملم للتعديل في سويسرا مع توقع الجاهزية في 2025. وفي الوقت نفسه سيتم تدريب الجنود بشكل متزامن، وسيوفر النظام تغطية لكل الاحتمالات المستقبلية خاصة الطائرات بدون طيار. أطلقت شرطة الحدود النمساوية في سالزبورغ النار على سيارة تضم اللاجئين من سوريا، مما أدى لإصابة 1 وذلك أثناء مطاردة لمكافحة تهريب البشر. وتعرضت مركبة مشتبه بها في التهريب لإطلاق نار من قبل الشرطة كانت تحمل 10 لاجئين، وكانت الشرطة النمساوية قد تلقت إخطار من السلطات الألمانية بالمركبة، وحدثت بعدها مطاردة هستيرية
حيث فشلت كل محاولات التوقيف ولذلك تم إطلاق النار. لكن السائق الروماني فر وتم القبض عليه لاحقا ونقل اللاجئ المصاب للعلاج. برأت محكمة فيينا شابا من اتهامات صديقته السابقة التي عثر عليها في أحد شوارع فيينا، حيث ادعت أنها تعرضت للتعذيب والاغتصاب والحجز في منزله. وأشارت المحكمة إلى شكوك حول دقة الشهادات وأن أقوال المدعية لا تتطابق مع مجريات الواقعة، مما أدى إلى الحكم بالبراءة لصالح الشاب، حيث أكد رئيس المحكمة على عدم وضوح المسؤولية. وبعد النطق بالحكم قامت عائلة الشاب بالتصفيق الحار، ومن المتوقع أن تواجه المدعية اتهامات بالإدلاء بشهادة كاذبة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.